شفت الايد؟ انفجار سيارة مفخخة. نعم. ماكو لا امريكان كان ولا كل شيء، بس هيك صارت، بس راحت عندنا عائلة جرحى صارت هواي بيها. وين وين؟ نقدر نصورهم من يمكم؟ صورهم. انزل انزل روح هناك، إذا ركبوا هذا يا بلد. ماكو نايم هناك صار. هم هذا ثالث لوري نزلوا اثنيناتهم. اكو عبوتي الناس كانت جو الجسر. اي فترتين انفجرت. واحد عندهم شالوه حطوه بكيس وطلعوا بيه قبل. والثاني؟ الاخ حطوه بالمالته مال اسعاف سياره وطلعوا بيه. مطالبنا تتضمن كف هذه الاعتداءات على مكاتب السيد دام ظله وإعطاء المجال لطرح الآراء كما يدعون والإفراج عن جميع من اعتقل من مقلدي سماحة السيد محمود الحسني. ما يطلع صورة، صورته بس صورة. صوري فوق.